السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. حسين المحسن، حسين المحسن تعود سريعة، الحسن هو الدخول المسلم، يا ابو يابس يزول المسلم، علي صادق تمرير وسجل الى الجناح ويسجل، تعود منتخبنا الوطني حيدر دشتي، عزيز سالمي، فواز، يا فواز يا فواز يسجل اول اهداف، هدف تعادل، دخول وللجناح، يا اشارة اللعب السلبي، سالمين الى الدائرة، يوسف ما سلمه وتعود سريعة، فاسر بريك سريع ويسجل، عزيز عزيز سالمين مع الدخول تقاطع، فواز عبد الهادي الى محمد عامر للجناح، فواز مشاري، يا فواز يا فواز، صادق الى حيدر، صادق الى علي المسلم، تمرير الدائرة التاروتي ويسجل التاروتي، يلا يا محمد، خروج 5-1 مقابلة محمد عامر، طبعا قوة ضاربة محمد عامر، فواز عبد الهادي، يا فواز يا فواز يا فواز، خبنا الاسباني، تمرير الدائرة التاروتي ويسجل حسين الاسباني، خلينا نشوف ايش اللي راح يسوون بعد هذا الوقت المستقطع، نزول ميد الحداد، يا عزيزان يا عزيز، هدف يباقت فيه الحارس حسين المحسن، ودخول تاروتي، وهالمره بتعود ميدي الحداد، برافو يا ابو يابس، محمد عامر لمشاري، فواز، يا حسين فواز مشاري ويتصدى لها حسين، محمد عامر يسد، محمد عامر الى يوسف، يا يوسف ما استلمه، بتعود سريعه، منتخب السعودي تاروتي، يسجل حسين مشاري، لاعب الجناح مهدي الحداد، محمد عامر، عزيز سالمي الى مهدي الحداد، سبعات علي المسلم، علي المسلم سبعات الكرت الاحمر، رميت سبع ابتار، وحيدر دشتي، سبعات بالكرت الاحمر يا علي، 5-5 صادق، تمرير تاروتي ويسجل التاريع، لاعب مشاغب انتخبنا، يتقدم منتخب السعودي، محمد عامر والتصويب والقائم يا محمد عامر، محمد الباشا تمرير دار التاروتي ما استلمه، تعود للجناح ويسجل، دخول مهدي للجناح، فواز يا فواز يا فواز، موسى الهزاع ومدير مشرف الفريق كابتن او مساعد المدرب بندر الحربي، لاعب خبره وتصويب، تمريره خاطئ، تعود لمنتخبنا، فواز عبد الهادي الى سيف، تمرير لعزيز سالمين، محاولة دخول حيدر الحسن، تنقطع من حيدر، تعود لمنتخبنا، فواز الى سيف، سيف يا سيف يا سيف، السابع، وهذه الجماهير مستانسه بهدف سيف وتطمح منك للكثير يا سيف، محاولة دخول وحيدر، يابس يا ابو يابس يا ابو يابس يا ابو يابس، يلا يا فواز، فرح قلبي يا فواز بالتعادل، صادق هذا حيدر الى الباشا، الباشا محمد، ورمية سبع امتار، انا رئيس اتحاد كويتي لكرة القدم، السيد يتقدم منتخب السعودي، سجل من السبع امتار، منتخبنا حيدر دشتي والتصويب، وهدف يا حيدر، حيدر الحسن، هذا حيدر محمد الباشا، حاول الدخول، تمرير الدائرة التاروتي، يا علي يا علي يا علي، تمرير الدائرة فواز اللي قاطع إلى مهدي مرة أخرى، مهدي الحداد تمرير الدائرة، عبد الرحمن الشمي، تعود هذا أبو يابس، تعود لمنتخبنا، سيف إلى فواز المشاري، يا فواز يا فواز يا فواز، محمد، حيدر، صادق والباشا، ورمية سبع امتار، معليش معليش، رمية سبع امتار بالتصويب، هذا المبدع حسان غزاوي، حسان يسجل، تعود دخول طبعا الحارس البديل حسن تريك، تعود سريع الصادق الى التاروتي، علي علي علي، فواز المشاري، يوسف العجم، سيف وسيف، ويتصدى تريك، صادق
الى الباشا ما وصلت خاطر تعود سريعه فاست بريك سيف العدوان يلا يا سيف يلا يا سيف يلا يا سيف يلا دفاع قوي من حسين يوسف العجمي شاهد اللعب السلبي واضحه سيف العدواني سيف العدواني هدف يتقدم منتخب الفارق هدفين وصادق ورمية 7 أمتار بالتصويب متخصص متخصص راح يسجل اوه الى الباشا محمد محمد الباشا حاول دخول تصويب ابو يابس تعد الجناح يا ابو يابس محمد الباشا هيدا صادق الى الجناح اوه يا ابو يابس وين الكرمه من الجناح 7 متر فنتين من الجناح خلاص سكرها علي حيدر الى التاروتي ويسجل التاروتي سلامات واستبعاد 2 دقيقة طبعا محمد الهندال والقائم الباشا حيدر الحسن يكمل منتخب حيدر ويسجل حيدر الحسن رئيس اللجنة الاولمبيه اوه هدف يسجله وهدف يسجله صادق المحسن حيدر الحسن حاول دخول دفاع قوي من يوسف ضايف حاول دخول الباشا اوه يا عزيز وليد هذا عزيز الى سيف تمرير الى الجناح الى عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز مخرجنا عطني اياها شوف 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 سيف سوى شوف شوف وشوف هذا هدف وهدف يسجله الباشا ويهدي المنتخب السعودي تمرير الجناح غزاوي اوه السالمين يوسف نادي الحداد سيف العدواني الى يوسف يوسف يتصدى 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 حسين حسن تريك وهدف على امامك مارتينيز كابتن وليد السالمين يبون حق الكويت احنا نبيع حق الكويت وسيف يا سيف يا سيف هدف التعادل هدف التعادل 17-17 تعود صادق المحسن الباشا والدخول بطريقه غرار الخبره صادق المحسن يا صادق صادق بالتصويب صادق وبالقائم يا ابو يابس القائم دفاع قوي دفاع قوي هذا يوسف ضايف في خطا سيف سيف العدواني دخول يا مهدي الحداد المحسن هذا الطويل محمد حيدر محمد الباشا لمحمد طويل ويسجل محمد الطويل سيف حيدر دشتي يوسف ضايف الى مهدي الحداد مهدي ومحاول تصويب يا مهدي يا مهدي ابناء الكويت هذول لاعبين شباب صغار يقدمون هذا المستوى يعني المستوى اللي امس والباشا وهدف والله تستمتع يلا يا فواز متعني يا فواز يا اخوان وحبايب صادق المحسن تمرير الباشا الى التاروتي وهدف التاروتي العداد حاول الدخول هناك دفاع وتنقطع منه وتروح للتاروتي التاروتي الطويل محمد ويسد هذا عزيز اوه يا عزيز خطا فني وتعود سريعه محمد الطويل ويسجل محمد مدافع شرس وقوي المنتخب السعودي سيف العدواني والدخول يا سيف الى يوسف ضايف رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد حاضر صادق المحسن الى التاروتي اوه يا ابو ياب مصطفى الحسن محمد عامر فواز مشاري الى سيف العدواني والدخول تصويب وتصدي وكمل المنتخب السعودي تاروتي محمد الباشا الى محمد طويل وابو يابس يا ابو نجوم فواز محمد عامر سيف الى محمد الى فواز والتصويب الثقه فيهم هذه التصديات طبعا امامك 13 تصدي لمنتخبنا و7 اوه يا سيف يا سيف يعني امانه يعني نتمنى لهم الفوز سواء فازوا ولا خسروا يعطيهم العافيه محمد عامر اوه شارة اللعب السلبي واضحة التاروتي محمد الباشا دفاع حلو لحين التاروتي وسجل التاروتي يسجل تستغل يا ابو جاسم ايه
ايه هذا محمد عامر اللي نعرفه والله. وبالبلوك راحت. يلا يا ابو جاسم تكفى يا ابو جاسم فرق قلبي. وترك وتعود فواز. يا فواز يا فواز هذا هدف فواز لبشاري والاسرق والصادم. يا ابو ياب على نهاية اللقاء معانا الكرة مع ازرقنا يوسف سيف سيف ويت صد تريك. هذا حسن تريك سعودي منتخب سعودي صادق المحسن وهذا مع الدخول والغار. طقت بليلة فواز سعودي منتخب سعودي سريعا صادق المحسن حاول الدخول التصويب ابو ياب العجمي الى محمد الى سيف سيف العدواني حاول الدخول الى فواز. يلا يا فواز واو 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 جاسم تكفى نبي 14 هذا محمد الباشا صادق المحسن وهدف يا صادق مهمه للفريقين. محمد الهندار يزول على الدائره سيف محمد عامر سيف ويصد تريك يصد من حيدر يوسف العجمي شارة اللعب السلمي راح يصوب محمد الباشا راح يصوب محمد عامر وابو يابس يا ابو صادق المحسن هذا الباشا محمد صادق المحسن والدخول ابو يكب هو صاحب القرار كان سبع امتار بالتصويب محمد القوي يا رب يا بس القائم يا محمد كمان على سيف محمد عامر الى الهندان محمد عامر والتصويب وتصدي من حسن تريك التاروتي هذا الباشا صادق المحسن الباشا ويسجل يوسف نازل اثنين على الدائرة سيف إلى عزيز سالمين إلى يوسف العجمي 24 ثانية وفواز المشاري يلا يا فواز وضاعت يا فواز فواز ورمي يستلم لغاء الباشا محاول الدخول إلى حيدر إلى الجناح محاول الدخول ورمية سبع أمتار أعصاب والله أعصاب محمد الباشا ولا أبو يابس يسجل التعادل